First question. Shaded part and represent what is the shaded part. يعني احنا عايزين نعرف ايه الجزء المظلل. خلاص، اول حاجه بعمل counting ال whole part، بعد كل ال whole part يعني زي اول واحده كده 4 كلهم 4 part. المتلون منهم كام؟ الكالر منهم كام؟ او الشيلد كام؟ one part صح؟ فأكيد يبقى الإجابة one out of four، يعني one over four. فأكتب تحتها هنا one over four. اتفقنا مع بعض one over four لو أنا عايز أكتبها بقى بالليترز form، تمام؟ أو بالwords form، أكتبها إزاي؟ ممكن أكتبها quarters أو quarters. One quarter أو one fourth، دي ليها الوحيدة اللي ليها اسمين. دي بقى هنا how many shade are parts are shaded، how many parts are shaded، one two three four، يعني دول four. فاكتبهم بقى فوق في اللي احنا اتفقنا بقى اللي فوق ده اسمه ايه؟ 12 اللي فوق، اللي فوق ده بنسميه numerator، بنسميه ايه؟ نيميريتور. اوكي، نيميريتور. واللي تحت بنسميه ايه؟ دينوميريتور. اوكي، فالنيميريتور في الشيلد بارت، يعني الجزء اللي هو المظلل ده في النيميريتور. اوكي، ثم بقى الاول بارت كلهم بقى هيبقوا تحت. الاول كام بقى؟ كل مربعات كام؟ قول 12 12. يبقى 4 over 12. انا اللي قايل الاول يا مصري. اكسلنت. نيجي بقى لو احنا عايزين نقول 4 over 12 بالليترز بقى او بالوردز 4، نقولها ازاي؟ اول حاجه اللي فوق نقول عادي، نقول 4. ونيجي بقى 12 نقولها بس نحط لها ايه في الاخر؟ نحط لها تي اتش عشان 4 اكتر من 1، فنحط لها كمان اس، فاسمها 12th، يعني دي اسمها 4 12th. نيجي بقى هنا how many parts are colored؟ 3 over how many total؟ 4 4. عايزين نكتبها بقى بالwords form 3 4 quarters أو fourth. نيجي بقى نكمل هنا، عايز نبقى color according the fraction. أنا عندي fraction، تمام؟ اللي فوق ده هنلون على قد دي، يعني هنلون one out of three، ده الكالر. اوكي، انا عندي هنا لون 1، بعدين بدلها لون 3، واللي بعدها برضه لون 3، بعد كده 3 اوت اوف 5 لون 1 2 3. هنا هنلون دول، وهنا هنلون 3 برضه لون 1. اوكي، وهنا 1 2 3 1 2 3. طب 3 سهلة قوي يا مستر، حتى اللي فوقيها. اوكي، نكمل. طيب عندنا الفراكشنز ده 7 over 9. يا مستر ممكن ترجع ثانية يا مستر، اللي هو بتاع ان احنا نلون، عايز اشوف اخر حاجة بس بسرعة. هتلون 3 يا فارس. لا، اي اخر واحدة. ايوه 3 لون 3 من 4. أول واحدة 1 3 3، اللون هنا 3 واللون هنا كمان 3 3 وهناك 1 1. نيجي بقى مين النيموريتور؟ 7 النيموريتور 7. برافو، النيموريتور 7. دينومينيتور 9. برافو عليك. نيجي بقى هنا 6 7
يعني 6 up و 7 down. 7 down. 7 arm تكد. يجي بقى الفرن. 5 و 5 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و 4 و
7 يبقى 7 over 7 equal 1. ولو عندي 1 مليون 1 مليون over 1 مليون برضه يدينا 1. فأي حاجة من فوق زي أي حاجة من تحت بقى تبقى 1. يعني حتى عندي A over A equal 1. نيجي بقى السؤال اللي بعده ده. الأوفر عاملة زي الديفايدد بالظبط، يعني كأنها ديفايدد. عايزين بقى نعرف how many divided 7 يدينا 7. 49 مش 1 يبقى 49. طب بتلوت شوية دي. يعني 49 يعني 7 multiply 7 equal 49 يعني بالطريقة دي؟ يعني ممكن لو احنا نسينا خالص. مستر 7 divided by 7 1. بص يا جماعة لو في 7 من فوق، لو 7 over 7 ماشي. لكن ده مش 7 over 7 هتبقى 49. اوكي لو كانت بقى 7 over 7 كنا اخترنا بقى ساعتها ايه؟ 1. دي بقى بيقول لي الفراكشن النيموريتور بتاعه بيكون greater than denominator. ده لسه ما خدناهاش بقى، هناخدها في الدرس التاني. دي الوحيدة اللي ما حلتهاش، ما عرفتهاش. وانا كمان يعني ما حلتهاش. انا هبت في الدرس الجديد. خلاص نيجي بقى بعدين الحل يا بنتي. انا شفتها من الحل وعرفتها. عرفتها؟ طب احنا ليه نغش طيب؟ لا انا ما غشيتش، ده انا خلصت الحل كله بعدين شفتها. خليك امين. طيب تشيك يعني تشيك. تمام برافو. انا احب الناس تعمل تشيك في اخر الامتحان، يعني كانها بتصحح نفسها. نيجي بقى هنا how many shaded، كم واحد shaded؟ 2. كلهم كم؟ 4. كلهم 4. هنا بقى مش موجوده الاجابه، فاكيد في حاجه اسمها simplest form اللي احنا خدناها مع بعض. فاكرين simplest؟ هنعمل ايه؟ divided 2 مستر. هتبقى 2 over 3 مستر. هتبقى 2 over 3 وهنا 2. هتبقى 1 4 1 2 2. دي اللي انا عملتها في الامتحان ودلوقتي قلت 1 over 4 وانا لخبطت نفسي على الفاضي. دي بقى 5 over 6. ال 5 over 6 موجوده هنا. طب انهي واحده من دول اللي عملنا لها سمبلست تبقى 5 over 6؟ او فكر بطريقه ثانيه، ال 5 ينفع تبقى 20؟ اللي عملناها تايمز 4 تايمز 4. لو عملنا اللي فوق تايمز 4 وعملنا 6 تايمز 4 تدينا كام بقى؟ 6 24. فكده اول واحده ما تنفعش. لا ما تنفعش. نيجي بقى ال 5 تنفع تبقى 10. انا عملها تايمز 5 تايمز 2 فنعمل 6 تايمز 2. 6 تايمز 2 12. يبقى الثانيه ما تنفعش، يبقى اكيد الاخيره. تمام زي ما انا عملتها. استنى 65 اوكي. نيجي بقى 10 over 45. 10 over 45 انهي واحده من دول؟ اكيد عملنا ما فيش حاجه بقى غير divided 5 ليهم هم الاثنين، فنعمل divided 5 up divided 5 down ونشوف الاجابه تطلع كام. 4 over 5 4 over 9 2 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 over 9 2
2 and 9 2 over 9 انا عندي هنا the same denominator عندي 9 9 مين الكبير بقى؟ اكبر منه في النوميريتور وقده في الدينومينيتور. ايوه 7 over 9 اكبر من 5 over 9 يكون عندي لوجين لما يكون عندي الدينومينيتور ايكوال فالكبير هو الكبير greatest is greatest اوكي لكن لو انا قلت لكم مثلا 1 over 2 greater or 1 over 7 يبقى التول أكبر 1 over 2 لا هيل جريت اوكي يا مستر يا مستر عمل هنا يا مستر على 7 مش المفروض نعمل على 5 لما يكون اللي من تحت زي بعض الكبير هو الكبير لما يكون اللي فوق زي بعض الصغير هو الكبير فهمتي بالعربي؟ يا مستر نيجي بقى الديمونيتور مين هنا الديمونيتور؟ 7 يكمل بقى الهوم وورك اتفقنا بقى لما يكون عندي 9 في الديمونيتور 9 فشور في البلس او الماينس هيطلع برضه 9 9 واعمل اللي في البلس لو عندي 7 7 هتبقى 7 5 1 6 1 5 5 over 7 تمام نيبقى هنا 1 كورتر يعني 1 كورتر يعني 1 over 4 1 over 4 اوكي فالإجابة طبعا شور هتبقى الديمونيتور 4 4 4 4 1 برافو عليك نيجي بقى ال 1 هنا ال 1 هنشيلها نحط مكانها ايه؟ هنحط مكانها 13 13 over 13 والكلمة over 13 اه point 13 اوكي 13 او 11 يبقى اخترنا 13 عشان هنا الديمونيتور 13 تمام اه تبقى 11 تمام يبقى هنا كلهم 12 فشور بقى هيكون كلهم 12 minus 9 يدينا كام 11 minus 9 2 12 تبقى 3 طيب في حاجة بقى يا بقى هنعمل خط كده وهنعملها simplest divided 2 divided 2 تبقى 6 divided 2 6 تبقى 6 1 over 6 نحن نعملها simplest اه 7 it's the denominator لا النوميريتور 7 والديمونيتور 4 صح كده؟ وعكسها خطأ يبقى ايه بقى؟ false اللي بعدها خطأ خطأ لأن 5 بلس 2 over اللي بعدها تعال نحل دي الأول دي تدينا كام؟ انا بحسبه مستر انا كنت بحسبه اللي هو 5 بلس 2 ايكوال 3 اوفر 3 وقلت لا اكيد خطا انا وانا كمان والله المفروض طلع 7 اوفر 7
احنا بنشوف الناتج الاخير هنا والناتج الاخير هنا ونشوف اللي هو زي بعض، يبقى تمام يبقى كده زي بعض. ايوه ما هو يعني يلا بقى اللي بعدها 3/5 دي 3/5 ان هي الايكوال دي معناها يساوي، او قصدي ايكوال هي ايكوال في المثل اللي احنا عارفينها. مش فهمت الطريقه؟ طيب فهمناها. هنشوف الناتج اللي بيطلع لنا في الاخر. تمام نيجي بقى 3/5 دي 3/5 لا دي 5 3 تمام 3/5 دي كده 5/3 دي كده 5/3 اكتبها جنبيها third. نحط لها اس عشان الفايف كتير. ايوه بعد كده عندي الشيدد بورد ده 1/3 صح؟ صح. رونج رونج ترو. عارفين رونج ليه؟ لان اصلا رونج مش متقطع زي بعضه اصلا. قلب التفاعل كده 1/4 هو عادي. انا بحسب ان هو عادي خلاص عادي يعني ما تفرقش. يبقى 1/4 بفون. اللي بعديها بقى طبعا اكيد فور. يبقى كده ده بيعمله الثيرد بس الاخيره هتبقى صح. ليه صح؟ انا برضه خطا ان ده يديني 10 و10 ودي بس الاخيره هتبقى غلط. 10/10 الاجابه تبقى 1/10 فولس مش 8/9 اوفر 10 تحقق مارك كله كده بس.